He is beyond innocent. Please, don't grab the wall, man. Okay, let's see, please. كنا متجهان من محكمة جنايات البياع إلى وزارة العدل باتجاه الذهاب الساعة 12 إلا ربع ظهرا. كان أول يوم رمضان من الشهر التاسع عام 2007. قطعوا الطريق عناصر بلاك ووتر، كانوا متواجدين في ساحة النسور، فقطعوا السير بالاتجاه الذهاب والإياب، وأصبحت السيارات بأعداد كبيرة بهذه الساحة، وبدأوا بإطلاق النار باتجاه الذهاب والإياب، وسيارات قسم منها احترقت والقسم الآخر احترقتها إطلاقات نارية، فبقت الجثث بالشارع هنا، جثث كثيرة تقريبا ما يقارب 30 جثة، والمصابين تقريبا ما يقارب بالـ70 إلى 75. فأنا كنت أحد المصابين، سيارتي انضربت. بعدين اجت طائرات هليكوبتر صغيرة زرقاء تابعة لشركة بلاك ووتر، بدأت بإطلاق العيارات النارية وهي على مسافة قريبة جدا من مكان الحادث، ولاحقتني الطيارات باتجاه مستشفى اليرموك وضربت سيارتي اطلاقات، فانقلبت سيارتي، انقلبت في ساحة القحطان، وبعد اغمى علي بعد ما دريت نقلت الى المستشفى. والله احنا فرحنا انه القتلة، بس اليوم خيبة امل كبيرة انه بعد القرار ترامب الرئيس الامريكي المنتهية ولايته.